نسبة تفشي داء السل في الأبقار للسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري الموحد، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس. تفضل. السيد الوزير المحترم، سؤالنا السيد الوزير حول الأمراض المعدية بالنسبة للبقر وخاصة داء السل، وهنا نعرف إحصائيات السيد الوزير وشكرا. شكرا، تفضل السيد الوزير. في إطار البرنامج ديال التعاون مع الإفاو تعملت واحد الدراسة لتحديد النسبة ديال الإصابة بداء السل وتقييم الحالة الوبائية على الصعيد الوطني عبر تقصي واحد ميداني شمل تقريبا 3200 مربي. أصفرت هذه الدراسة مع الأسف أن معدل الإصابة يناهز 18% من القطيع الوطني من الأبقار، وتمت بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الداء، وتم اختيار جهة نموذجية كتوفر ظروف ملائمة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا البرنامج في مارس 2006 في إطار اتفاقية شراكة مع تنظيم مهني مربي الأبقار الحلوب. وابتداء من بداية السنة الحالية تم تمديد ديال هذا البرنامج باش يهم جميع المناطق، وقامت المصالح البيطرية خلال سنة الفترة ديال بين 2006 و 2010 بإخضاع حوالي 42,000 رأس من الأبقار لهذا البرنامج، حيث تم ذبح ما يناهز 3400 رأس وتعويض حوالي 730 مربي للأبقار. ومن جهة أخرى كتسهل المصالح البيطرية على المراقبة المستمرة والدائمة لداء السل بالمجازر، حيث يتم الحجز الكلي أو الجزئي أو الإتلاف للذبائح المصابة بالمرض بعين المكان. وفي الأخير لابد من التأكيد أن المرض السل كيتعتبر من الأمراض المعدية الواجب التصريح بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص أن كل مربي اللي كيحترم هذه التدابير اللازمة عنده تعويض ديال 80% من ثمن ديال البقرة إلى عمل يعني التصريح ديالو. وشكون؟ تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير المحترم. طرحنا هذا السؤال السيد الوزير ان لدينا مخاوف من الامراض المعديه وعلى راسها داء السل ديال الابقار، لان الامر يتعلق بصحه الانسان. السيد الوزير، داء السل ينتقل من الحيوان من الحليب الذي يعدي الاطفال والرجال. اذا ما شكل المراقبه المعتمده؟ هل من تعويض يشجع على التصريح بداء السل؟ ما موقع بلادنا من المستوى العالمي في إطار مكافحة هذا داء السل الخطير؟ إننا نريد السيد الوزير أن تتحمل الحكومة كافة مسؤوليتها إزاء هذا الداء الذي تفشى بين الأبقار. السيد الوزير، كان هذا التعويض اللي قلتي لنا كان، ولكن السيد الوزير هذه تقريبا واحد العدد ديال السنوات ما بقاوش الوزارة ديالكم كيفاش غادي يضبطوا هذا داء السل؟ تأسل يمكن يتنقل بسرعة للإنسان، ولهذا طرحنا هذا السؤال. وشكرا سيد الوزير. شكرا، تفضل سيد الوزير. تعقيب. شكرا سيد النائب، أنتم على صواب لأنه سؤال جد مهم وكي كيهم الصحة السلامية السلامة الصحية شكرا ديال المستهلك. وكتعرفوا بأنه هذه السنوات 2007 2008 2019 كلها تقريبا كانت تعويضات ما بين 10 مليون و 15 مليون ديال الدرهم الفلاحة اللي عندهم هذه الإشكالية، واللي كتفوق تقريبا 80% من الثمن ديال البقرة. فمن هذا المنبر كنقولوا الفلاحة اللي هما كيعرفوا بأنه عندهم أمراض ديال السل يعني في البهيم ديالهم، فيمكن لهم يصرحوا لدى المصالح ديال وزارة الفلاحة، وغادي يكون عندهم واحد يعني أولا غادي يساهموا معنا في المحاربة ديال هذا المرض، وثانيا غادي يكون عندهم واحد التعويض. وشكرا. شكرا سيد الوزير.